النهارده رجعنا لكم رسميا بنمط المهنه في لعبه دبليو دبليو اي 2K 2024 بعد طلب كتير منكم كذا كومنت مليون كومنت يا نبيل العب الماي رايز او نمط المهنه او مهنه مصارع اي حاجه المهم تنزلها. وانا كنت تقلان الصراحه رمضان يخلص وخلاص رمضان خلص والعيد برده احنا في العيد او الله اعلم الفيديو ده ممكن ينزل بعد العيد فكل عام وانتم طيبين. وانا اسف ان انا غبت الفتره دي فتره العيد بالذات ان انا الصراحه انا تعبت الصراحه بقالي شهر كامل كنت بنزل فيديوهات وبجد شكرا لكم جدا على دعمكم اللي قدمتوه في الشهر اللي فات وفي كم الفيديوهات اللي دعمتوني فيه. ولو ما رحتش شفتهم يعني روح شوف ال 30 حلقه كانوا 30 حلقه في 30 يوم. اي نعم في يوم هو خيشت فيه شويه بس يعني عادي عادي صعب برده بس انا ما خسرتش. بقى النهارده يا شباب رجعنا لكم باول حلقات ماي رايز اول مهنه كارير او اي حاجه سميها زي ما تسميها. فيلا على طول من غير كلام كتير بما انكم منتظرين الحلقه دي فاتمنى نوصل ل 300 لايك اقل واجب يعني ده اقل واجب عشان الحلقه وعشان نستمر برده في السلسله. فيلا بينا على طول ليتس جو يا شباب نخش على طول تولر ماي رايز. ما اعرفش الصراحه اي حاجه ما اتفرجتش على اي حاجه اوكي قبل ما ماشي هو كل الكلام ده طبعا للاسف لازم يعني بقى ليه حقوق وكده. فهنعمل الشخصيه بتاعتنا يا شباب دوس فارغ وايه ليتس جو. اوكي عندك هنا اثنين ان ليست هيد ستحدد قواعدك الخاصه وشركه المصارعه التي بنيتها من الالف الى الياء وهي الاهم على الساحه. اوكي هي دي تقريبا انت هتبدا بقى من اول وجديد وتبدا مرحلتك من اول وجديد. وعندك دي الاندستيوبد تخلى رومان رينز عن بطولته بشكل متوقع وانهى مسيرته القياسيه وترك صداره الهيد دبليو دبليو تيبل. فهل يا ترى هقدر اكسب ال WWE واكمل مشوار رومان رينز ولا لا؟ هو بيقول لك هنا رومان رينز يعني خرج من الاتحاد وخسر بطولته وفعلا ده اللي حصل في الحقيقه يا شباب. وفي ناس كتيره الصراحه بتتكلم ان اللي بيحصل في اللعبه هو اللي بيحصل في الحقيقه. يعني اللعبه نزلت والقصه زي ما انتم شايفين ان هو رومان رينز اتخلى عن الحزام وسحب على ال WWE شويه فتره فعلا هو ده اللي حصل في الحقيقه وهو ده اللي هيحصل. وعندك كودي رودز هو اللي كان بطل الخلاف في الجزء ده وكسب برده اللقب. فيعني في حاجات كده الصراحه محتاجين نركز فيها علشان ال WWE بيلمح لنا من خلال الالعاب بتاعته. فيعني لو انت متابع جيد يعني للمصارعه وكده فركز على الالعاب بالذات وعلى القصص والكلام ده. فانا مش عارف صراحه اختار اني واحده نختار undisputed بما انها يعني قصه شكلها ممتعه اكتر يعني حاول انافس على الحزام على طول حزام اليونيفرسال. نشوف الاخبار دي اوكي ماشي. بايرون ساكسون ومش عارف اسمه ايه اوكي هم الاخوات WWE Universal Championship against Cody Rhodes in a brand versus brand main event at SummerSlam. كودي رودز يا سلام قال لك تنازل على اللقب ما خسرش اللقب تفرق. اوكي ده هيروح لذا روك عشان يمثل معاه اوكي. Triple H called for a one-night WWE Universal title tournament selections from the GMs. هيعملوا بطولة بطولة بين الاثنين مع بعض. تريبل اتش اللي عملها كودي ريدز هو اول واحد في البطولة دي ماشي اوكي. هتبقى ايه يعني هتبقى بطولة عبارة عن ايه؟ اوكي زمز يا جماعه عايز يشارك ماشي خلينا نشوف اوكي هي دي هي هو ده المشوار اوكي ماشي فين بالر وبرون سترومان واللي هو الغامض اللي هو ممكن ابقى انا اي جي ستايلز كيفن اوينز كودي روز طبعا ويليام ريجل هو اللي مختار درو ماكنتاير جونتر اي جي ستايلز كل دول. وخلي بالك بص حاطين جونتر من المرشحين ان هم يكسبوا اللقب بما انه خسر في الرسلمانيا. لو نربط والله يا جدعان كل الكلام ده مع بعض الله اعلم ده صدفه ولا قصدينه بس لو نربطه هيبقى مظبوط. ركز انا بقول في الكلام انا دي اوكي. هما بيهروا بقى هما ده هري بقى ده كله is not going to know his opponent until the winner of that match and neither will we. اوكي هو كل ده هري انشاء المصارع. ايوه عايزين نعمل مصارع بتاعنا. لا ده شخصيه بمزاجي ده اقدر اعدل فيه صح ده اقدر اعدل فيه انا اختار الشخصيه دي ونعدل بقى في لبسه ووشه
ما اظنش ان انا هعرف احط وشي في اللعبه يعني، بس يعني انا هحاول نعمل اقرب حاجه ليا، او يعني مصارع حلو كده شكله امور وجميل. 3 hours later. اوكي يا رجاله، بعد ما ظبطنا شكل المصارع بتاعي زي ما انتم شايفين، انا ما غيرتش الصراحه حاجه فيه قوي يعني، هو شكله جميل، انا غيرت بس اللبس بتاعه يعني شويه في جسمه والكلام ده، بس هو شكله الصراحه يعني جميل. ف هنخش على طول، ليتس جو يا شباب، هنخش في الماي رايز. عملت خلاص شخصيه اسمها نبيل وكل حاجه تمام. لو عوزتوا ان احنا نغير في شكل المصارع عادي قولوا، اكتبوا لي تحت في الكومنتات، عشان انا الصراحه ما غيرتش اي حاجه في شكله يعني. عملت كده حاجه سريعه عشان بس نقدر نبدا الليله والكلام ده، بس ممكن اغير بعد كده عادي يعني، سواء اللبس او جسمه او شكله ايا كان. فخلينا على طول نخش ونكمل بقيه قصتنا اللي الصراحه حلوه جدا شكلها وهتبقى ممتعه. رومان رينز 1253 يوم، هو لا هو 1300 وشوية بعد كده يعني، اكتر مدة احتفاظ باللقب لمصارع عبر التاريخ. اوكي يلا بسم الله نبتدي. اوكي مين ده؟ مدرب ده ولا مين؟ ولا انا ده ولا مين؟ لا مش انا ده ولا ده. اوكي ده انا مستر ريج، ده عامل لي صوت كمان. ويليام ليج، ويليام ريجل. Thanks. I do my best. كويس ان هو بيتكلم على فكره، كويس جدا. What do you mean? Do you do your best? Apply yourself. You sound like my old math teacher. You came to Raw more than a year ago now, and you've yet to make much of an impression. No titles. No great rivalry. قال له سنه. A win-loss record with just enough victories to fly under the radar. Great pep talk. Let me finish. I see your potential. The question is, ايوه. If you're ready to fulfill it. ايوه انا مستعد. I'm ready. وانا برضه. يلا. Because as you know, there's a tournament for the WWE Universal Championship tonight. Okay. The final slot for Raw will be decided in a match on the kickoff show. One of the combatants will be Dominic Mysterio. Dominic Mysterio هو المنافس ليا. A legacy, a name. The other competitor. المنافس الآخر هو أنت. ماشي. Okay. Thank you, sir. So much. I'll bring my best. I do my best. Okay. Good man. هنعملها. هنعملها رجالة، ونبيل هيكسب بإذن الله وهناخد اللقب. You're the long shot of this whole night, my boy. You're the dark horse. أيوه. Beat the odds. أنا دارك هورس، أنا الحصان الأسود، ولازم أعملها ولازم أكسب، لازم أكسب. دومينيك ميستيريو مين؟ ده عمال يعمل خناقات مع أبوه، وأنا يا باشا أنا نبيل هنا مصارع رقم واحد في الاتحاد. أوكي معايا تليفون وبتاع، أوكي رومان رينز. إن دارك هورس الحقيقي هو كودي رودز، أنا شخصيًا أضمن أنه لن يعود إلى مواطنه، إيه؟ مواطنه؟ أمبسبي، ماشي. كودي رودز، رومان رينز هو اللي بيقول بيراهن على كودي رودز. اوكي بس كودي رودز كاتب ايه؟ اختيار رومان رينز الابتعاد قبل اقل من اسبوع من مباراتنا في سمر اسلام يثبت بالظبط انه جبان كما توقعت. فكودي رودز بيدس رومان رينز. ويليام ريجل بعت لي تذكر ما قلته، لا يهم ما فعلته حتى هذه اللحظه، يمكن ترك انطباع الليله. ماشي هعمل اللي عليا. اوكي ماشي، انا ما اعرفش اي حاجه، لو حد برضو عنده تعليمات يا شباب اكتب لي تحت في الكومنتات. اوكي عندك ترقيه السمات، عندك خيارات انتصار، مجموعه حركات دخول المظهر. ماشي كل ده هعمله برضو خلف الكواليس يعني، كده كده هعمل الكلام ده كله خلف الكواليس. اوكي السمات معايا 205 نقطة اقدر اظبطهم. ماشي اوكي حلو ده، حلو ده، اقدر اظبط الضربات والاشتباك. ماشي خلينا نعدل في القوة بتاعت المصارع شوية. ده اوكي، طب ما حلو الحوار ده. الضربات تعلي الضربات، تعلي الضربات خليها 22. الاشتباك برضو خليه مثلا 9. الرد 9 برضو. استسلام عليه شوية، عايزين نستخدم الاستسلام كتير. دفاع 9. مرونة خليها عالية. اوكي هما دول بس؟ ماشي، ده اذا كان كده ماشي نزود بقى، افكر في حاجات تحت تاني. ماشي زود الدفاع. عندك 23. اوكي بس. اوكي تكتم مزرعة والله وصل 86، والله ناقص جدا. ما هي 10 بس، تكتم مزرعة وصل 86، دي حاجة اسطورية. كده كده اقدر العب زي ما انا يعني زي ما انا عايز، مرتاح وانا مرتاح. ماشي الغي ده. اوكي ده الهب ده يا جدع، شكلها ممتعة والله، شكلها ممتعة فعلا. اوكي زمز، نتكلم مع زمز. تعالى زمز، نتكلم مع زمز. ليه لا ما نتكلمش مع زمز؟
تعال ماذا ميزو. Well, look who it is. Okay. It isn't SummerSlam's dark horse. الحصان الأسود. أنتم كلهم راهن عليا. كلهم راهن عليا. ودي حاجة كويس. أخذ هذا اللقب في الانتشار أوقات جيدة. Good okay. times is Raw trying to steal SmackDown's WWE Universal title. Between us, what is Reba? Giving me an opportunity to win the WWE Universal Championship. Okay, بمنحني فرصة. You put you in a qualifying match. You think that's some kind of vote of confidence? Come on, don't be naive. لا أنا هخليك أنا هثبت لك إن أنا بستزج. ما لازم ترمي إلي. You know he has all his royal eggs in the Cody Rhodes basket. He's just trying to set the American Nepo baby up to win. I'll tell you what, the draft starts tomorrow. You beat Dominic. Maybe I bring you over to SmackDown in the supplemental. Okay. We'll make a big announcement on social media. Dominic Mysterio. Oh, you'll post about me? For real? Why would you want me in the tournament instead of Dom anyway? Because I want the WWE Universal title on my show, where it belongs. And I am 100% sure KO will beat you. هذا لن يحدث. KO اللي هو كيفن أوينز. هو تقريبا زمز هو مدير سماك داون تقريبا. هذا لن يحدث. لقد ألهمتني. هذا لن يحدث. الوصول إلى سماك داون. That is a very generous offer and a wicked smart strategy, Miz. I just and I don't want to overstep here. But I have just والله شكله بيعرف يتكلم كده. والله الولد شكله بيتكلم. It's just that I would rather have my fingernails pulled out with needle nose pliers than ever work for an entitled condescending reality show hack. زبل فيه والله. You will regret that. Miz, this right now, this conversation, talking to you, that's والله نبيل عنيف. والله نبيل عنيف. اجلد اجلد. ايوه انا كده. ايوه انا ده انا عيب. ده انا عيب. اجلد يلا اجلد. اوكي لازم اتكلم مع المعلم ده برضو. ذا ميز زبلت فيه. مال ده ايه وضعه؟ مساعد وساصبح منتجا بدرجه كامله. ماشي تروي. تروي اسمه تروي. تغير عدة مرات. ايه ده؟ خد الفرشه بتاعتي. Anyway, just wanted to make sure you had the lay of the land. Okay. I mean, you're already booked tonight, but normally these situations are a good chance to check your social media. عارف كيف تسير هذه الأمور. عارف كيف تسير هذه الأمور. Okay. Okay, fine. Just try. Thanks, but I need to focus. Good idea, since the kickoff show is tomorrow. Why would I go back to the hotel? Of course you do. هاري بقى هاري مع لا زمز. هو اللقاء معاك كان جامد جدا. يلا باشا زبل المباراة على طول. يلا من غير كلام كتير انا عايز اخش اللقاء. ليه في لودنج كتير قوي كده؟ يا شباب الدخلة بتاعتي اللي انا اكيد ما زبطتهاش خالص. والله تصدق حلوة. والله يا عم دخلة حلوة يا عم. والله موسيقى حلوة يا بيل. اهو دخل اهو يا شباب. طبعا انا محتاج بس اظبط حركته والكلام ده. ماشي دخلنا على طول. نبيل بيدخل يا شباب في اول مشاركه ليا. ليتس جو على طول. هلعب امام دومينيك ميستيريو على التصفيات البطوله. فدومينيك ميستيريو اول مصارع حرب. ف اول لقاء ليا. ليتس جو على لا دومينيك. يلا انت ايزي. يلا انت ايزي. يلا انت ايزي. يلا خد لك. خلينا نشوف حركاته. اهزم دومينيك. ماشي سهل امره. سهل امره. سهل يا جدعان. يلا ادعك. يلا ده ابوك جلدك. يلا خد يمين. خد اوكي صدها. انا صديت برضو. ماشي. لا صديت. والله عاش ده نبيل. نايس. وحش اديله. حلو. وانا الفينيش بتاعي ايه؟ اوكي نبيل سيجنيشر بتاعي وانا واقف الفينيش سبير. اوكي ده السيجنيشر سوبر مان بانك. ده رومان رينز بقى. ماشي خلينا نشوف. اكيد هقدر اغير الحاجات دي بعدين. هو دومينيك ايزي كده للدرجات يا جدعان. انا طاقتي قويه بس مش الدرجات دي. دومينيك ايزي للدرجات دي. عالمي عالمي. اظن المباراه سهله صح؟ اوكي مباراه سهله. مباراه سهله. مباراه ايزي. تعالى قوم انجز. مباراه ايزي يا باشا. مباراه ايزي ايزي. اوكي ده السيجنتشر. والله ايه ده تعبان قوي السيجنتشر. يلا ده الفينش. ده الفينش. ده الفينش. دومينيك مستر. ايه ده برضه تعبان برضه. عد كده جرب كده اكسب ولا حاجه. يلا حكا. واحد اثنين. والله مباراه سهله. وموسيقى ذا روك اللي اشتغلت. لا 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 احنا محتاجين نعدل في المصارع. بس ايه ده؟ ايه المباراه السهله جدا دي؟ مفيش اسهل منها الصراحه. ماشي محتاج اعدل يا شباب في الدخله وفي الكلام ده كله محتاج اظبطه. بس نبيل بيكسب دومينيك ميستيريو بمنتهى السهوله حرفيا. انا هنته
دوست على وشه. اوكي طبعا انا بعد ما هزمت دومينيك ميستيريو يا شباب هواجه كيفن اوينز على الجولة الاولى في التصفيات. فا اوكي زميز بعت لي يمكنني اضمن ان الفائز هو اوينز سيكون تعين رؤيتي في برنامجي سماك داون. اوكي ماشي وراما هو زميز عايز يحطني في دماغه ترقية السمات. خلينا نشوف كده لو في حاجة. لا ما فيش حاجة زادت. كنت اقول لك لو في حاجة زادت ولا حاجة بس ما فيش حاجة زادت. اوكي ماشي طاقه 86 زي ما هي. الدخول والكلام ده والمجموعات الحركات محتاجه اظبطها محتاجه اظبطها. هنخش يعني نشوف محتاجه اظبط الفينش اغير الفينش واغير السيجنتشر وهغير برده كل حاجه موجوده فاهمني داخل الحلبه. ايوه خلينا نغير الفينش. عندك سبير ممكن اخلي سبير تبقى فينش واحد. الحركه دي لا الصراحه يعني مش جايه معايا سكه. فمصير حلوه دي والله دي جميله دي فاموسير اسمها فاموسير والله دي جميله تبقى خاطفها كده. لا لا حلوه فاموسير دي ماشي دي جميله دي الاولى ولا الثانيه خليها الثانيه فاموسير. اوكي حلوه الوايت نوز دي برضو ماشي وايت نوز الفينش الثالث. اوكي ماشي كده سبير وايت نوز واللي هو الفينش الفاموسير ده السيجنتشر هنا برضو نعدله. حلوه دي حلوه دي 19 16 حلوه دي. السوبر مان بانش برضه خليها موجوده ماشي حلوه لا جميله جميله ماشي. نبقى نظبط برضه الحركات والدخلات والكلام ده خلف الكواليس يا شباب على هداوه كده امسك حاجه حاجه واعدلها وتشوفوا من الحلقه الجايه. اوكي حاليا انا اقدر اتكلم مع كودي رودز او كيفن اوينز. كيفن اوينز انا هخش العبه دلوقتي خلينا نخش نتكلم معاه شويه خلينا نشوف دردش. الجوله الاولى من البطوله تتكلم بهذا. Are you literally the most desperate superstar on Raw? I'm just saying. Okay, oh, I'm so excited to fight you. What the hell have you ever done to even deserve being in the same room as the WWE? You want to know what I've done to get here? أيوة. It was هوريك أنا عملت إيه. What you've done is take the opportunity to showcase your craft on the biggest stage in the world and flush it right down the toilet. You've been over on Raw for what, two years now? And most of the WWE universe doesn't even know. هوريك يلا اسمي يلا. لست مشروع. Half right. قالك مشروع تخرج. أنا مشروع تخرج يلا. See you out there. ماشي هوريك ايه كيفن اونز يا كلب. ماشي هوريك وهندمك على كل حاجه. تعال تعال قعدنا على الحلبه قعدنا على الحلبه هوريك. كودي رودز تعالى يا عم كودي رودز اتكلم معاك انت كمان. تعال هوريك راجل محترم but I'm kind of hoping you make it to the final. Is that like some kind of reverse psychology mind game? Hell no. Okay. You make it to the final, I'm aiming to beat you just like I was going to beat Reigns. كما كنت سأهزم رومان رينز. أظهر لكودي رودز بعض الاحترام واجه كودي رودز. ماشي. أظهر له بعض الاحترام. Hope you make it to the finals with some nice short easy matches on the way. I want everyone to know I beat you at your best. Okay. That's the spirit. Good luck tonight, brother. Same to you. ماشي حبيبي. I'll see you in the main event in a few hours. بإذن الله. أشوفك في المين إيفنت يا حبيبي كمان شوية. نايس نايس عجباني الثقه بتاعتي قوي الصراحه عجباني الثقه بتاعت اللاعب بتاعي. يلا بينا يا رجاله يلا بينا. رومان رينز رؤيه كل هؤلاء المزيفين بيسارعون ليحملوا حزامي يشبه مشاهده تل نمل بعد دهسه. اوكي رومان رينز بيهق علينا كلنا بيهق على البطوله بيهق عليا بيهق على كودي رودز بيهق على كله. داخل المعلم كيفن تعالى تعالى ده هندمك على كل لحظه انت كلمتني فيها قلت فيها حاجه. يلا معلم كيفن يلا ليتس جو يا جدعان صعوبه على اسطوري و يلا يا باشا يلا اوكي عليك اعاده كي او لصوابه مجموعه ضربات ثقيله. اوكي تعالى ضربته بس اوكي انا ضرباتي حلوه الصراحه. ايوه اديله ماشي عملت المهمه واصل الضغط على كيفن اهو اضربه. اوكي لا 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 لا, لا. يا ابني ضربني والله جلدني الصحه بتاعتي يا جدعان ضعيفه شكلها اتدمجت جامد بسرعه قوي. اوكي لا 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 يا نبيل ما تفشلنيش بالله عليك. كيفن اونز اقوى ما اكيد من دومينيك كتير بيعد والله. ها بدري بدري بس مش بدري قوي لو عمل لي فينش هيبقى الوضع اصعب. تعال على بقى على بقى على بقى يا جدع انت مستفز على كيفن. بقول لك ايه خد لك سوبر مان بانش يا ابن اللعيبه سوبر مان بانش اديله
وايوه كده واد يا باشا هيقول لي اكسب صح النصر لا صد السجل الفينش يا جدعان صد الفينش يا ابن الذين صد الفينش ده هو قرب هو على الفينش لا 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 لا, لا. تعالى امسكك اوكي ندفع كاونز نحو الحباء لا 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 بص صد الفينش تمر عمل الشمر واحد اثنين Saxton, Kevin Owens is making a statement. His statement could cost Owens the WWE Universal Championship. KO needs to take the W. He's wasting time. It's not a waste of time. Everyone in this tournament is watching, and they see KO beating a guy so bad he can't stand up. Is he setting him up? Okay, هو بي ماشي. أوه أيوة عد عد واحد اثنين ثلاثة. نبيل بيكسب. نبيل بيكسب يا شباب. هو احسن 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 عشان انت انا اول مره اشوف كيفن اونز شرير كده يا جدعان هو على طول طيب ده اللي اعرفه عنه وستانر عمل لي ستانر خلاص انا كسبت مش مصدق ان هو خسر اللقاء يلا هنمشي يلا هنمشي اوكي كسبنا وهنوصل للمباراه التاليه خلينا نشوف هنلاعب مين يا جدعان خلينا نلغي مع كيلا شويه خلينا نشوف عندها ايه انا على وشك الظهور في بث مباشر بخبر شيق انت الذي راجل اوكي يتحدث عليه الجميع هل لديك كيس من الثلج اوكي لا You really came out of nowhere tonight with a couple of big wins that have you in the hunt for the undisputed WWE Universal Championship. I'm sorry. A fluke? صدفة. I don't mean any offense. It's just your record hasn't exactly been at the وليه يا جدعان ممتن لوجودي هنا حان الوقت اخيرا ممتن لوجودي هنا. The times make the man. Okay. You're not wrong, Kayla. I've been finding my feet here in WWE. But when Regal gave me this opportunity, I was grateful because there's something in the air tonight. Bold words for a man about to face Braun Strowman. I guess we're about to find out. Strowman, I guess we are. If you find a bag of ice, I'll keep an eye out. Okay, ماشي هنقابل Braun Strowman ضخم هو شوية. Kevin Owens يعني هو جلدنا شوية بس احنا قدرنا نخطف الفوز وكسبناه. هنشوف Braun Strowman هنعمل ايه معاه بقى. Okay, يلا بينا على طول. يلا من غير الدوار دخول ولا حاجه يلا يا معلم Braun Strowman على نفسك ايه ده والله ضخم تصدق ضخم جدا يا اوكي ده انا مجهد يا جدعان انا مجهد بس ربنا يستر بقى عشان انا مجهد بص جسمي كله مجهد والصحه بتاعتي مش فل عشان كده كنت تعبان في مباراه كده من اول ماشي يلا نبيل اوكي جلدني لا 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 يا الله يعد والله والله يعد لا لا بدري 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 تعالى اعمل لك كومباك يلا كومباك يلا كومباك والله عملت له كومباك عالمي والله نبيل يلا معلم يلا قوم يا برون Braun Strowman عملت له كومباك يلا سوبرمان بانش سوبرمان بانش يلا تعال قوم يا قوم يا قوم يا هعمل لك فينش يا قوم هعمل لك فينش يلا يا عالمي بام عد عليه بسرعه عد عليه بسرعه عدي حكم عدي حكم حكم واحد اثنين والله ثلاثه لا يا جدعان لا يا جدعان لا يا جدعان انا قوي قوي لا 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 ما عنديش حل والله ما عنديش حل والله عامل صعوبه على الاسطوري عامل صعوبه على الاسطوري والله بس ما فيش حل انا قوي جدا عارف فيه انا مش عارف فيه قوي جدا عامل ايه تاني ده كودي رودز يقول لك هو ليه غاي كده يقول لك الجميع على خصمي اسم دارك هورس لكن اظن انه احد الافراد الجيل القادم من عظماء الدبليو دبليو اي حبيبي ربنا يخليك حضرتك موفقا في ده راجل محترم والله اوكي اصبحت في مباراه نهائيه يا شباب هلعب ضد كودي رودز على لقب ال WWE Undisputed WWE Universal Heavyweight Champion هلعب على اللقب اظن ان احنا ممكن نكتفي بهذا القدر ويليام ريجل وزميز هنتكلم معاهم قبل السامر سلام نكتفي بهذا القدر يا شباب هظبط كده كده برضو الدخول والمظاهر والكلام ده والمظهر ومجموعه الحركات للاعب خلف الكواليس وهرجع لكم في الحلقه الجايه علشان نتوج باذن الله باللقب
امام كودي رودز. فبس يا رجاله اتمنى كل اللي بيعجبكم بيه زروا لايك واشترك واشترك معايا في الفيديو قصير شويه بس اعذروني عشان اقدر انزل لكم حلقات بسرعه في اسرع وقت ممكن. مع السلامه يا شباب.